Report كيف خضعت حديقة الصنايع لسكتش يور سيتي وركشوب. نحن اليوم عاملين وركشوب اوتدور وركشوب سكتش يور سيتي. فكرة الوركشوب هي انه نحن نتجمع تلاميذ ندرس اركتكتور ندرس انتيريور اركتكتور لنرسم بالطبيعة ولنرسم البنايات ونرسم المدينة. جايين مع Lebanese Architecture Club basically to promote urban sketching بلبنان وكمان تنشجع العالم ينزلوا على public spaces اللي عنا ياهن ويرسموا. جاي ارسم جنان الصنايع تنعبر نحن عن كيف نحن بنرسم وتنعمل ستيل تبعنا وتنفرجي نحن المدينه كيف هون نحن بنقدر نجرب نظبطها حسب الرسمه تبعتنا. الهدف من الوركشوب انه نتعرف على بعض على غير اركيتكتس وغير انتيرير ديزاينرز من غير جامعات ونشوف بعض كيف نحن بنرسم كيف نعبر عن افكارنا. جايين يعني نساعد بعض بالاركتكتشر سكيلز والسكتشنج ونعبر عن راينا. نحن عم نرسم المحيط اللي حوالين الجنينه او عم نرسم الجنينه والفكره انه التلاميذ يشوفوا كيف هن يمكن يزيدوا their own touch كهن عم بيدرسوا هالمهنه انه يشوفوا كيف فيهم يطوروا هذا الشيء ويمكن يطوروا المدينه ويمكن الناس لا يحبوها مثل ما هي بيتركوها مثل ما هي. سو هي مثل تبسيط للمحيط اللي حول الحديقه ورسمه بطريقه السكتش.